بسم الله الرحمن الرحيم. تحياك شفيه صديقة وكلمة بيان عليا. بالنسبة لنا كجمعية من جمعية ديال المجتمع المدني، أولا حنا جد مسرورين وفرحانين بزاف بالافتتاح ديال المركز الثقافي. كنا كنتسناو واحد الشغف كبير، لأنه هو فضاء للعرض وفضاء اللي حنا محتاجين كمجتمع مدني. اليوم حنا كمنظمة الكشف المغربي جينا مساهمين في الحفل على الشكل التنظيمي بالتنسيق مع المديرية ديال الثقافة بطبيعة الحال، وفي نفس الوقت شاركنا بمجموعة ديال الكورال في الأناشيد الوطنية، النشيد الوطني المغربي ونشيد بعض الأناشيد الوطنية من فرقة ديال الكورال من فرقة المنشدات وديال الكشاف. بطبيعة الحال حنا كاملين اليوم هذا واحد العرس عرائشي بامتياز، كان فيه واحد مجموعة ديال التموين، مجموعة ديال الجمعية ديال المجتمع المدني، كانوا الناس من السلطات والناس هذيك اللي كنطلبوا دابا حنا وكنقولوا يا رب يكون ان شاء الله هذا المقر فيه الغرض لجميع الهيئات ديال المجتمع المدني، وكذلك ان يكون فيه واحد السير معقلان، فيه حكمه، فيه حسن تدبير من اجل الحفاظ عليه ومن اجل الحفاظ على هذا الرونق هذا، وتمشي الاستمراريه فيه ويكون فرصه في نستقلوا واحد المجموعه ديال الطاقات والمواهب اللي تقدر مدينه العريش تزيد واحد جوج خطوات ولا خطوه لقدام فيما هو ثقافي في هذه المدينه هذه. وشكرا لجميع رجال الاعلام اللي بكل صراحه جاوا في طوال الحادث وكيزيدوا لنا واحد الرونقه في هذه الجماليه ديال الحفله.